همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: اعجبوا لهذا الإنسان، ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم. أربعة أعضاء في رأس الإنسان تتوقف عليها صحة الإنسان وسلامة الإنسان، وأربعة من الحواس الخمس التي في الإنسان، وتتوقف عليها علاقة الإنسان بالإنسان، وهي أعضاء صغيرة من حيث الحجم، وهي في غير جسم الإنسان لا قيمة لها. ما قيمة قطعة من الشحم أو قطعة من اللحم أو مقدار من العظم البسيط؟ وما قيمة ثقبين صغيرين في هذه الحياة؟ العين بها ينظر الإنسان إلى ما حوله ويرى الآخرين. اللسان به يتكلم الإنسان، والأذن حيث يسمع الآخرين، والتنفس من داخل الأنف. حتى جمال الإنسان يتوقف على هذه الأعضاء الأربعة. تصور إنسان بلا أنف، أفطس، لا جمال له. أو إنسان بلا عينين مع وجود حفرتين، أو بلا أذن واحدة، أو بلا لسان أو فم. جمال الإنسان متوقف على هذه الأعضاء الأربعة الصغيرة، صحته متوقفة على ذلك، وعلاقته بالآخرين. فلو لم يكن الإنسان قادرا على أن يرى ولا أن يسمع ولا أن يتكلم، كيف يتواصل مع غيره؟ قطعة من جسد يتنفس وقيمته أنه حي وليس أكثر من ذلك. وهذه الأعضاء لو أن واحدة منها تعرضت لعطب لعاش الإنسان معاناة لها بداية وليست لها نهاية. لو لم تكن قادرا على أن تتنفس من خرم من أنفك، أنت قادر على أن تتنفس من فمك، لكنك غير قادر على أن تتنفس من أنفك، كم تعاني في هذه الحياة. لو أنك ولدت أعمى، كم كنت تعاني من مشاكل، وربما كان الموت قريبا إليك باعتبارك لا ترى الأخطار، وأنت تمشي في الشارع، وأنت تنزل من على درج، وأنت في بيتك تتعرض لأخطار جسيمة قد يكون الموت واحدا منها. خسارة عضو من هذه الأعضاء
هي خسارة كبرى بالنسبة للإنسان. أضف إلى ذلك، لو أخذنا أي عضو من هذه الأعضاء نجد أن البشرية كلها مشغولة به. كم من كليات في الجامعات يدرس ألوف الطلاب فيها العين، كليات الطب، كلية العيون، العين. كم من ألوف من المتخصصين في مسألة العين، كم من مستشفيات خاصة بالعين، كم من عمليات جراحية تجري للعين، كم من أنواع من المشاكل قد يتعرض الإنسان في عينه. هذا عضو من هذه الأعضاء الأربعة، وهذا العضو في حقيقته قطعة من الشحم. صحيح أنها مركبة بشكل عجيب وغريب ودقيق، وأن الخلايا الموجودة في العين هي خلايا حية، لكن والحاصل قطعة من الشحم، هذه هي العين. اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم. العين وزنها 7.5 غرامات، يعني في جسم إنسان وزنه 70 كيلو، 80 كيلو، 100 كيلو، عينه 7.5 غرامات فقط. وهذه العين أيضا مجموعة من أعضاء، يعني مو قطعة من الشحم فقط وإنما أعضاء. القرنية مثلا شبكية، تعرف أن الشبكية إذا أصيبت بعطب فلا مجال لإصلاحها. القرنية ممكن، يمكن زرع قرنية، إصلاح القرنية، لكن الشبكية إذا تعرضت لعطب فلا مجال لإصلاحها. الشبكية سمكها سمك ورقة فيها 10 طبقات، سمك فقط بمقدار ورقة لكن فيها 10 طبقات. القرنية لا عروق فيها، كل الخلايا في جسم الإنسان تتغذى من خلال العروق، الأكسجين من خلال العروق، البروتينات، المواد اللي الخلايا تحتاج إليها لكي تعيش، هذه تأخذ حاجتها من خلال العروق، إلا القرنية في العين. ليش؟ لأن إذا كان لابد من وجود العروق فكنت ترى الحياة من خلال هذه العروق، فترى شبك متشوف واضح. أنت من وراء الشبك لما تطالع على مكان تشوف شبك متقطع، هذا ما في تقطع، خلايا حية بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى غذاء، بحاجة إلى الهواء، الأكسجين. من أين تحصل على ذلك؟ فقط خلايا القرنية هي طريقتها في التغذية طريقة التحويل والتحول، يعني الخلية اللي قبلها تأخذ طعامها وطعام خلية اللي يمها، فتصل ما تحتاج إليها خلايا القرنية من خلال بعضها البعض وليس من خلال العروق. القرنية أنت تغمض عينك وتفتح خلال فترة اليقظة 10,000 مرة، زين 10,000 مرة تشعر بالظلام والنور، يعني إذا الآن هذا الكهرباء بدأ يلعب والمصابيح تنطفئ وتشتغل من جديد، لا الضوج ما تقدر تعيش في هالحالة، ينطفي الشيء ويعتلق مرة ثانية. زين 10,000 مرة أنت تغلق عينيك وتفتحها، لماذا لا تشعر بأن هذه الصورة راحت غابت ثم رجعت، ما ترجع مرة ثانية، لا موجود، وأنا أحرك عيني بدون إرادتي 10,000 مرة وأنت تستمع إلي وأنا أتكلم معكم، 10 المرات أنا أطفأت عيني، هذا المصباح أطفيته وأنت أطفيته، لكن أشعر أنت قاعد قدامي، لأن هذه العين تحتفظ بالصورة لحظات، لا زالت تحتفظ بالصورة. فأنت يوم اللي تغلق بعد إذا تشوف الصورة، يوم اللي تفتح شفت الحقيقية.
وأكو بعض الألعاب بعض الأشياء يسوون، يقول أنت ركز على هاي النقطة بعدين غمض عينك، وأنت مغمض عينك تشوفها، أو صورة معينة تركز عليها وتغمض عينك تشوفها وأنت مغمض عينك. رب العالمين أعطى للقرنية هذه القدرة أن تحتفظ بالصورة لحظات، ريثما من جديد المصباح تشغله وتفتح عينك من جديد. فيما يرتبط بالشبكية، الكاميرات التي صنعها البشر أفضل وأعلى درجة من الوضوح في الكاميرا عندها مقدار 10,000 مستقبل ضوئي فقط، يعني هاي الكاميرا الدقيقة جدا اللي تصور كلش واضح، وبأقل مقدار من وجود النور تصور الأشياء، فيها 10,000 مستقبل ضوئي، في الشبكة 100 مليون مستقبل ضوئي في هذه الشبكية اللي حجمها حجم ورقة، يعني 10,000 ضعف أقوى وأفضل وأعلى كاميرا صنعها الإنسان. الشبكية لذلك تفرق بين 8 ملايين من الألوان، يعني أنت تميز بين اللون الأحمر واللون الأخضر واللون الأبيض واللون الأسود، لكن هذه الألوان أيضا درجات، لو قسمت هذه الألوان إلى 8,000 قسم فشبكية عينك تميز بينها، تقول هذه شوية أفتح من ذيك، هذه أغمق من ذيك، 8,000 لون تميزها الشبكية في الإنسان. العين فيها مادة مطهرة، هاي المادة المطهرة فيها 10 أنواع من المطهرات. أنت لما تغلق عينك وتفتح، ليش تغلق وتفتح؟ حتى تنظف العين من الغبار، دائما يكون نظيف. إذا كنت تسوق السيارة وهنالك رذاذ من المطر بسيط دا ينزل، تحتاج إلى شيء ينظف الزجاجة الأمامية، عينك دا تنظف نفسها طبعا بدون إرادتك 10,000 مرة في اليوم، وهذه المادة من أقوى المواد المطهرة. طبعا باعتبارها مادة مطهرة فهي مو جامدة وإنما مادة سائلة. زين، هذه المادة السائلة لماذا لا تتجمد في البرودة؟ إذا ذهبت إلى مكان درجة الحرارة 70 درجة تحت الصفر تغطي كل جسمك، كل جسمك لازم تغطي، يعني لو أن أذنك ما كانت مغطاة هي تتجمد، الدم يتجمد في هذا الأذن وهي الأذن تسقط على الأرض، تسقط على الأرض فورا. لكن شبكية في تماس مع درجة برودة 70 تحت الصفر، ليش هاي المادة المائعة متتجمد؟ لأن فيها مادة ضد التجمد. الإنسان إذن اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بالشحم، الشحم عادة مانع للرؤية، لو أتينا بقطعة شحم ووضعناها هنا أنا ما أقدر أشوف هذه اللاقطة، لكن بالنسبة إلى الإنسان ينظر بالشحم، ومفروض أن الشحم يكون مانع للرؤية. والغريب مع كثرة ما خلق الله من العيون، يعني إذا احنا عددنا 7 مليارات ما عدا بعض الذين فقدوا هذه النعمة المباركة، لكن لنفترض أنه 7 مليارات اضرب في 2 14 مليار عين احنا عدنا في الأرض، لا تتشابه عين إنسان آخر، كما البنان بلا قادرين على نسوي بنانه، ما في 2 يتشابهون في البنان، خطوط البنان هذه كم خط، الخطوط بسيطة مو هواية، شلون ما يتشابهون. كذلك فيما يرتبط بالعين لا تشابه، وفي بعض المطارات يأخذون صورة من عينك، ما ممكن إنسان ثاني يزور على هذه الكاميرا عينك أنت، لأنه لا تشابه بين العيون. اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم، اللحم يتكلم؟ لا، اللحم ما يتكلم،
شلون الإنسان يتكلم باللحم؟ شوفوا الحيوانات عندها لسان والبشر عنده لسان، وبعض النباتات أيضا عندها لسان، ما يطلق عليه لسان، لسان، لكن الإنسان يتكلم بلسانه والحيوان لا يتكلم بلسانه. شنو فائدة اللسان في الحيوانات؟ اللسان ليس فقط للكلام، جزء من مهام اللسان هو الكلام، الجزء الثاني هو التذوق، وكل جزء من اللسان يتذوق شيء. يعني بداية اللسان تتذوق نوع من أنواع الأشياء، الوسط شيء، الآخر شيء ثاني. أحيانا أنت تأخذ لك قطعة من الشيء، شيء ما نفترض فلفل، وتتذوق بلسانك ما تشعر بحرارته، فتقول هذا مو حار، تأكله تشوف احترقت، لأنه مكان الخلايا التذوق وهي كثيرة ومختلفة، وكل مجموعة من الخلايا لنوع معين من الطعم أو الذوق وما شابه ذلك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني اللسان لتحريك الطعام أيضا. لو واحد ما عنده لسان هو ما يقدر يتكلم، بس أيضا أكله يكون كلش صعب كلش. والغريب أن أمراض الفم عادة قليلة، عادة الناس ما يصابون بأمراض في فمهم، وإذا أصيب أحد بمرض في فمه مثلا هو عض لسانه أو عض قسم من جدار الفم، بعد مدة يتصلح، هو يصلح نفسه بسرعة، ما يأخذ لفترة طويلة. لكن إذا طال المرض لازم يراجع الطبيب، احتمال مرض سرطان غير قابل للعلاج، وإلا بقية الأعضاء تتعالج. إذا واحد ما عنده لسان وراد يأكل هواي صعب عليه، لأن يحتاج أن هاي اللقمة يحولها من مكان إلى مكان، يمضغها ومن ثم يخلطها بالبزاق، لأن أول مرحلة من مراحل هضم الطعام هو في داخل الفم، ينهضم أولا هناك ثم يدخل. ولذلك من المستحب وعلميا أيضا الأفضل الإنسان يمضغ لقمته ويصغرها لتكون لقمة كبيرة، حتى يقدر البزاق هذا يوصل إلى جميع أطراف اللقمة. زين، كل حرف ينطق بها الإنسان، كل حرف أنت تنطق به تحرك 17 عضلة. شو العضلة؟ مثال للعضلة، أنت أحيانا تركب في سيارة كل شيء في هاي السيارة أوتوماتيك، تشوف تقدر تحرك المرآة بأن تضغط على حبة معينة، الزجاجة تصعدت نزلها، سابقا لا كانت في الإيد لازم تنزل وتصعد الزجاجة. العضلات تقوم بهذا الدور في داخل الإنسان، لكي تنطق بحرف واحد فأنت تحرك 17 عضلة هي موجودة في اللسان. بسم الله الرحمن الرحيم كم حرف؟ 19 حرفا. لكي تقول بسم الله الرحمن الرحيم فأنت تحرك 323 عضلة في جسمك. هذا اللسان فقط، غير الفم، غير اللي يمكن تأشر الطالع يمين يسار أمام، غير عيونك فقط. وأنت تنطق بحرف واحد فإنك تحرك 17 عضلة في لسانك. بسم الله الرحمن الرحيم تأخذ أقل من ثانية. كذا يأخذ وقت بسم الله الرحمن الرحيم، مو كثير. إذا كانت البسملة تستغرق، ولنفترض أنه ثانية واحدة حتى تلفظها، كم أنت تحرك من العضلات في الدقيقة؟ 1140 عضلة تحركها في الدقيقة، يعني في الساعة 68,400 تتحرك عضلات خلال ساعة يوم اللي دا تتكلم. فإذا ضربنا ذلك في 17 عضلة، يعني في الساعة الإنسان يتكلم 68,400 حرف. أنا قلت عضلة حرف، ضربها في 17 يساوي 1,162,800 عضلة أنت بحركها خلال ساعة. ليش الإنسان إذا تكلم بعدين يتعب، بعدين يجوع، وأنت ما تشعر بكل هذا؟ يعني إذا تحمل لك ثقل تشعر به،
أنت تتحرك عضلات. تكلمت ساعة 1,062,800 مرة أنت حركت عضلاتك بدون ما تشعر. طبعا أحيانا يشعر بالتعب الإنسان. فإذا قلنا أن المرأة تتكلم 7,000 كلمة في حالة اليقظة، فش قد تحرك من عضلاتك؟ طبعا الجوع. هذا الشخص الذي يتكلم معنا ولا يشعر بالتعب لكن يشعر بالجوع لأنه صرف الطاقة. منظر اللسان قبيح. لسان عضو حلو؟ أبدا. إذا واحد دائما لسانه طالع من فمه كلش مو حلو. إذا واحد يريد يعيب على واحد ثاني فيطلع لسانه إليه ليه؟ عضو من أعضاء أبين عينك، أنت تبين عينك للناس، هذا مو عيب، لكن لسانك عيب لأن لسان عضو مو حلو. لكن رب العالمين خلى هذا اللسان داخل الفم، وانت تتكلم لسانك ما يبين، ما حد يشوف لسانك، يعني يشوف أسنانك بس ما يشوف لسانك. الأمر الآخر، اللسان أيضا كالعين وكالبنان لا يتشابه اثنان في خطوط ألسنتهم. هسه ما يستفيدون في المجالات الأمنية من اللسان لأنه لزق ورطب، فما يقدرون هواية يعتمدون عليه. بس أيضا خطوط اللسان لا تتشابه بين إنسان وإنسان. اعجبوا لهذا الإنسان، ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم. الأذن، أذن الإنسان هذه في الحقيقة تتشكل من 3 أقسام. الأذن الخارجية عبارة عن غضروف مغطى بجلد. الأذن الوسطى تجويف مملوء بالهواء. والأذن الداخلية التي تحتوي على عظم يعرف بالتيه العظمى. طريقة السمع شلون؟ الناس شلون يسمعون؟ أنت تكلمت وذاك ليش سمع؟ طبعا ما أريد أتكلم حول خلق الأصوات وهو من أعجب ما خلق الله. غريب قضية الأصوات، كل إنسان له صوت يختلف عن صوت غيره. أنت أولادك كل واحد صوته يختلف عن غيره. تتصل تليفون بواحد ما يعرف الرقم مالك بس ما تشيله يتذكر صوتك. الأصوات مختلفة، صوت المي شكل، صوت السيارة شكل، صوت الحصان شكل، صوت فلان طير شكل. الطيور وهي بالألوف والملايين والحيوانات بالألوف والأصوات، لكن كل صوت مختص. من جعل هذا الصوت مختصا بهذا؟ هاي الأعضاء الأربعة اللي إلها ربط ببعضها، الأذن والعين واللسان والأنف. لو شوي صار عندك مشكلة زكام صوتك ما ينعرف، صوتك ده يطلع وانت تتكلم، بس هذا الصوت إلها ربط بهالأعضاء كلها، شيء مرتبط بشيء. المهم طريقة السمع أنه حينما يحدث الصوت ينتشر في جميع الاتجاهات كأمواج، مثل أمواج. لما تصل للأذن يقوم الصيوان بتجميع الموجات، فتمر هذه عبر القناة السمعية لتصل إلى غشاء الطبلة فيهتز، وتقوم العظام الصغيرة في الأذن الوسطى المتكونة من المطرقة والسندان والركاب بتضخيم الاهتزازات، ومن ثم أنت تسمع الصوت. الإنسان يسمع بماذا؟ يسمع بعظم. يعجبوا لهذا الإنسان، ينظر بشحم، يتكلم بلحم، ويسمع بعظم، ويتنفس من خرم. هذه من العجائب في جسم الإنسان. هالثقبين، أولا هالثقبين دقيقين جدا، إذا واحد شوية أنفه كبير يعير عادة بأنفه، يعتبر مو حلو إذا الثقب شوية أكبر من الطبيعي. إذا انسد ثقب واحد كم من مشاكل تعاني منها. وإذا الاثنين يتنفس من شنو؟ من خرم، ثقبان صغيران تتوقف عليهما صحة الإنسان. صحة الإنسان تتوقف على هذه الثقبين. أي خلل
فيها ما يؤدي إلى عواقب طبعا وخيمة. أحيانا تحتاج إلى عملية معقدة وخطيرة. خطيرة تعتبر العمليات اللي في الأذن، والعمليات اللي في العين، والعمليات اللي في الأنف، والعمليات اللي في اللسان، من أخطر العمليات. ليش؟ لأن الأذن قريبة إلى الدماغ والأنف كذلك والعينان كذلك واللسان للحنجرة، ممكن يختنق الإنسان يموت. ألا ما أريد أدخل حقيقة في عجائب ما خلق الله في جسم الإنسان، فقط ما يرتبط بكلمة الإمام علي سلام الله عليه. إذن اعجبوا لهذا الإنسان اللي يتنفس من خار. أكو هناك ملاحظة، العين عجيبة أم الإنسان الذي يرى بالعين؟ الإمام علي ما يتكلم عن عجائب العين، يتكلم عن عجائب الإنسان. اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم. هذا السلك عجيب ومهم أم الطاقة الكهربائية التي في السلك والتي تطفئ المصباح يوم اللي تقطعه، تشغل المصباح يوم اللي الطاقة موجودة، تشغل الثلاجة، تشغل المكنسة الكهربائية، الطاقة مهمة. المهم تلك الطاقة والتي يسمي الإنسان نفسه بأنا، أنا. عجبوا لهذا الإنسان الذي ينظر بشحم. هسا هذه القطعة من الشحم كم فيها من آثار الحكمة، كم فيها من آثار القدرة، كم فيها من آثار القوة، كم هي قوية، كيف رب العالمين جعلها في مقدمة الرأس وليس في مكان آخر، كيف حافظ عليها بعظام من أقوى العظام، العظام المحيطة بالعينين، من أقوى العظام هذا، حتى أنها أقوى من عظام القدمين الساق، مع أن هذا الساق يقدر يحمله فيل، لكن هذه أقوى. كيف رب العالمين جعل الحواجب، وهذه الحواجب تمنع المي تنزل في العين، تمنع الغبار، كيف أن الحواجب هذه توضح الرؤية؟ أنت لما تيجي تشوف الشيء من بعيد شكل تخلي إيدك على عينك حتى هذه العين تكون في ظلام وتشوف النور. كيف أن هذه الحواجب والرموش وما شابه ذلك يتحافظ الإنسان من نور الشمس وإلى آخره؟ ما تتكلم عن هذه، لكن الأعجب من ذلك اعجبوا لهذا الإنسان الذي يتكلم بلحم وينظر بشحم ويسمع بعظم ويتنفس من هالثقبين. لو سديت الثقبين والفم خلال دقيقتين رحمة الله تعالى عليه يموت الإنسان. العظم يمكن يسمع، لو تجيب لك قطعة عظم هالكرات تخليه، لو أنت فجرت قنبلة نووية هذا العظم ما يسمعش، لكن الإنسان بهذا العظم الصغير، المجموعة من العظام الصغيرة، يسمع الأصوات ويميز العظم. هذا ماذا يميز؟ إنما أنت الذي تميز هذه الأصوات بعضها من بعض. لو أننا فتتنا هذه الأعضاء الأربعة، يعني شلنا من مكانها قطعة من الشحم، شوية من العظم، شوية لحم، خبطناهم خليناهم، هذه كم تسوى قيمتها؟ المواد اللي فيها لو جردناها عن بعضها إيش قد ما الحديد فيها؟ بمقدار فد بسمار صغير مثلا، إيش قد من الدهن، إيش قد من كذا، نص دولار ما يسوى. لكن ملايين الدولارات يصرف الإنسان والناس في العالم لإصلاح خلل بسيط في الأذن، أو خلل بسيط في اللسان، أو خلل بسيط في العين. هذه المواد الأولية مالته ما تسوى شيء. يوم اللي رب العالمين أراد أن تكون لها قيمة وربط حياتك وجمالك وعلاقاتك بهذه الأعضاء، أصبحت لها هذه القيمة التي لا تقدر بثمن. منو من عندكم مستعد يبيع عينه؟ أنا سامع ناس يبيعون كلية من كلاهم، لأن عنده ثنتين وكلية واحدة تكفي للإنسان، يقدر يعيش فيها عيشة طبيعية وعمر طبيعي، لكن ما أحد مستعد يبيع عين واحدة من عيونه مهما كانت عنده حاجة. ما أحد مستعد أن يبيع لسانه. ما أحد مستعد يبيع خرمة أنفه أبدا.
قيمتها فوق المال، ما تقدر بثمن. إذن قيمة الإنسان ليست بجسمه من حيث المواد الأولية، إنما من حيث هذا التركيب اللي يجعل مقدار من الشحم عين، مقدار من العظم أذن وما شابه ذلك. والقيمة الأساسية أيضا ليست لهذه الأعضاء. الإمام علي دقيق، لا يقول اعجبوا لعين الإنسان، لأذن الإنسان، للسان الإنسان، اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم. وسلام الله على أمير المؤمنين، محتوى كلامه عظيم وجمال أسلوبه عظيم. شوف التناسق ما بين الكلمات، التناغم ما بين السجع الموجود. اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم، يتكلم بلحم، يسمع بعظم، يتنفس من خرم. هذه كلمة من كلمات الإمام علي سلام الله عليه، فيها مواعظ. في ملاحظة للإمام علي سلام الله عليه، عنده نوعين من الكلام، نوع نصيحة مباشرة ونوع بيان حقيقة مهمة هذه تخفي في داخلها مجموعة من النصائح. أولا اعجبوا لهذا الإنسان، اعرف قدرك، اعرف قيمتك، أنت شيء مهم في هذه الحياة، كل عضو من أعضائك مهم، فكيف به ذاك الإنسان اللي يستخدم هذه الأعضاء. ثم اعرفوا قدرة الله عز وجل. ليش الأئمة سلام الله عليهم يستدلون على وجود الله بما في الإنسان، بما أودع الله في أنفسنا من آيات، وبما أودع من الآيات في هذا الكون وفي أنفسهم كما يقول القرآن الكريم؟ لأن هذا يدليك من الطريق الصحيح إلى ربك. ومن ثم لا تؤمن بوجود رب ما في مكان ما في هذا الكون، ربك المهيمن عليك، ربك الأعظم من عندك، ربك القادر عليك، ربك الذي أنعم عليك، تعرف الله بصفاته، تشعر بنوع من الخضوع والخشوع والاستكانة، ولا يستطيع أحد أن يرد على هذا الاستدلال. أدلة فلسفية يمكن واحد يجي يناقش فيها، بس شيء وجداني أنت ما تقدر تناقش الوجدان. الكل أكبر من الجزء، يعني يجي في الواحد يقول جيب لي دليل على هذا الأمر، هذا شيء وجداني ما يحتاج. ما ألمسه، ما أسمعه، طبعا قلنا الحواس الخمس هي كلها موجودة في هذه الأعضاء الأربعة، طبعا اللامسة أيضا مشترك فيها بقية الأعضاء، لكن الحواس الخمس اللي دائما الناس يجيبون اسمها، وبعضهم يريد أن يستدل على ربه بهذه الحواس الخمس الضعيفة الحقيرة عند ربها التي لا قيمة لها. هذه الحواس الخمس مرتبطة بهذه الأعضاء. فاعجبوا لهذا الإنسان الذي ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتكلم من خرم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.